مشاهدي ومتابعي قناة تيسين، السلام الله عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام. فاليوم بغينا نتقاسموا معكم هذا المنظر الرائع صراحة، منظر يطو اللي قريب الأزرو ما بين الأزرو والحاجب. متابعينا الكرام كما كتشاهدوا مناظر طبيعية رائعة جدا، فهذا المنظر ديال الإطو اللي كيطلع على هذه الجبال ديال الأطلس، يعني صراحة كما كتشاهدوا متابعينا الكرام منظر طبيعي رائع جدا، وحنا كنتواجدوا الآن في المنظر يطو متابعينا الكرام ومشاهدي قناة التيسير، فكنتقسموا معكم هذه المناظر الطبيعية الرائعة جدا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا معكم في هذه الجولة كنتقسموا معكم كما قلنا لكم سابقا، نتقسموا معكم أي المناظر اللي كندوزوا معها فاش كنكونوا كنصوروا الأراضي، فنتقسموا معكم حتى المناظر الجميلة كما كتشاهدوا صراحة منظر واعر متابعينا الكرام ومشاهدينا الكرام. فقناة التيسير دائما كتشكركم على المشاهدة والمتابعة ديالكم لقناة التيسير مشاهدينا الكرام. بالنسبة للي كيشاهدوا القناة لأول مرة ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد. Chef guerrier El Muna, d'après bataille contre les tribus voisines à la fin du 19e siècle et contre les colons français au début du protectorat, le territoire sous son influence prit ainsi son nom et par la suite les Français donnèrent à ce balcon panoramique le nom de paysage d'Ito. Histoire relatée par il khalfi haj aqa descendant d'Ito. إذن هذا لمحة تاريخية مشاهدي ومتابعي قناة التيسير على هذا، يعني هذا كما كتشاهدوا لمحة يعني تعريفية، بطاقة تعريفية على هذا السبب تسمية هذا المنظر بمنظر إيطو مشاهدي ومتابعي قناة التيسير كما كتشاهدوا. وهذا فبالنسبه للناس اللي ما عارفينش منظر إيطو فين جا، فمنظر إيطو جاي ما بين الحاجب و أزرو، الطريقه الوطنيه بين الحاجب وأزرو كما كتشاهدوا، هذه الطريقه الوطنيه الرابطه بين الحاجب وأزرو، ف يعني ما بعيدش بزاف على الحاجب كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، باش نعطيكم حتى التعريف على المكان فين جا هذا المنظر الرائع جدا مشاهدي ومتابعي قناه التيسير. فهذه الطريقه الوطنيه اللي كتشاهدوا امامكم، ف هذه هنا من الاتجاه ديال الحاجب ومن الاتجاه ديال أزرو، من طريق أزرو هذه من كدي الأزرو ومن كدي هذه طريق الحاجب. اذا مشاهدي ومتابعي قناه تيسير كما شاهدتوا فاحنا في هذا المنظر رائع جدا في إيطو، منظر طبيعي صراحه مكان رائع جدا، ولكن حسب الملاحظه ديالي ف يلزموا هذا المكان هذا الفضاء يلزموا استثمار يعني اكثر باش يكون اكثر يعني فضاء يكون كذلك، علاش ما يديروش هنا واحد مثلا شي مطعم ولا شي مطاعم هنا في هذا المكان صراحه، يعني فضاء يحتاج الى واحد التاهيل سياحي باش يستقطب كذلك الكثير من الزوار سواء من المغرب او من خارج المغرب السياح الاجانب. لكن كما كتشاهدوا متابعينا الكرام فاحنا مباشره معكم من منظر إيطو بين الحاجب وأزرو، ودائما غنقدموا معكم هذه المناظر الطبيعيه الرائعه جدا متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا هنا واحد السيد كيبيع هنا الشيء ديال التقليدي، ف يعني هذاك الشيء ديال الصناعه التقليديه متابعينا الكرام ومشاهدينا الكرام. فدائما كنقدموا معكم المناظر مع قناه التيسير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. احنا دائما كما كتشاهدوا منظر صراحه يستحق الزياره، فالتعريف ديال المكان ديالو جاي بين الحاجب وأزرو، فاللي بغى يزورو راه بين الحاجب وأزرو على الطريق الوطنيه. هذا المنظر رائع، منظر كيطلع على واحد الجبال صراحه، وواحد المنظر صراحه رائع جدا
مشاهدي ومتابعي قناة التيسير، فدائما كنجيب لكم الجديد ودائما كنتقاسم معكم المناظر الطبيعية الرائعة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. كانوا هنا كانوا واحد هنا كانوا يبيعوا شي وحدين كانوا يبيعوا هذوك الاواني، ولكن للاسف لان خاص واحد التسويق سياحي لهذا المنظر، خاصو تسويق سياحي باش تعرف من طرف سواء المغاربه وكذلك من طرف السياح الاجانب، فمنظر يطو منظر يستحق الزياره لان عنده واحد الاطلاله بانوراميه على مجموعه ديال المناظر الطبيعيه والجبال مشاهدينا ومتابعينا الكرام. فدائما احنا معكم في قناه تيسير نقول لكم الاجواء كما هي كما شاهدتوا، فيحتاج الى تاهيل كما قلت لكم صراحه، فيحتاج الى تاهيل كما قلنا لكم مشاهدي ومتابعي قناه التيسير. منظر رائع يجب استثماره سياحيا باش يجلب السياح ويجلب العملاء الصعبه للوطن ديالنا الحبيب. اذا مشاهدينا الكرام من هذا المنظر الرائع قسم معكم هذا المنظر والى منظر رائع اخر ومكان اخر، نتمنى لكم كل الخير والسلام عليكم ورحمه الله. مشاهدي ومتابعي قناة تيسير سلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذا العرض الجديد على القناة ديالكم تيسير. اولا نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. متابعينا الكرام اليوم جبنا لكم على القدرون كما كتشاهدوا ارض فلاحيه، المساحه ديالها كتار وربع في النواحي ديال المكناس كما كتشاهدوا على الطريق القدروني، يعني على الطريق القدروني كتار وربع جاي وطار كما كتشاهدوا متابعينا الكرام في النواحي ديال المكناس. محفظ يعني هذه الوضعيه الاداريه ديال هذا الهكتار وربع، محفظ الكهرباء كما كتشاهدوا كاين متوفر، كاين الناس اللي شراو داروا السكينه ديالهم تماك كاقامات سكنيه في فيلات او منازل، واضافه الى مشاريع ديالهم الفلاحيه في هذه الطبيعه وهذا الهواء النقي.